Lagun. Ajar sobrek beto. So دلوقتي هبقى عامل ميك السكين كير بتاعي علشان مسافر اول صح. النهارده متوتره الصراحه مش هكذب عليكم الفرق. بس ان شاء الله خير يعني ان شاء الله خير يعني اثق في ربنا وان شاء الله الدنيا كلها هتبقى تمام. جماعه عارفين لما بتعملوا شعركوا سليك صح؟ انا ماما بتسمي التسريحة السليك قصه نبيل سبيسيفيكلي لما بعمل ادجز. يعني ماما بتقعد تقولي هو انت عامله قصه نبيل ده. هروح احمل المسلسلات لا سمح على الطيارة عشان I have to keep myself busy. هروح احمل المسلسلات شنطة اللبن تكسر دراعي. بس انا هوريكوا الاوتفيت هوريكوا بالمكان. Here's all our luggage. حرفيا احنا شايفين البيت كله ماشي. This is me. This is Jenna. The outfit is giving. It's killing. The makeup is eating. السواق كل ما نقول له يمين يقول لنا شمال. نقول له وقفنا عند اربعة يمشي بينا لحد واحد عايز يوقفنا عند واحد نقول له احنا بوابة اربعة. يعني مش حصلت مرة ولا مرتين يعني ده كتير بجد. لا يعني بنعمل بوردنج بعد واخيرا ايه ده بعد واخيرا كم ساعتين. احنا طالعين من البيت الساعة 9 10 11 ثلاث ساعات وشوية. بعد ثلاث ساعات وشوية واخيرا ركبنا الطيارة وزحمة زحمة كلمة زحمة دي اجمل زحمة جدا. و I'd be lying if I said I'm not anxious. I'm a little bit anxious. بس بصراحة really لسه مدرجة يا جماعة. شوفوا التدريجة احمد عيسى احمد عيسى قاعد جنبي عيلين كف على انا وحدا جايبين سماعات ماتشنج يا جماعه. It's the same anchor one. So hers is in black and mine is in white. It's a yin yang relationship. It's truly a relationship also. جماعة اتوقع الاكل جاي. في عياط اطفال وفي بيبيز حوالينا كتير قوي وانا صدعت بصراحه. وانا فكر اخد لحمه. تاخدي لحمه انت تاخدي تاكلي ايه؟ So right now I'm gonna eat. There's 48 minutes left to arrive in Egypt, and I got myself chicken and veggies. This is orange juice, ice, bread, cake, I think. Then what I end up with something very. We are in Egypt. As hot in here as. يا جماعة نصيحة لو لقيتوا عيال صغيرة في الطيارة اقسم بالله نطوا والله العظيم ما بهزر نطوا من الطيارة. لو لقيتوا جنبكم ناس بتحب تعمل نكت كتير او هنقع هنموت نتعلم. جماعة تخيلوا يا I'm so happy. I love people. وجونا مقلداني بس وريهم الشنطة. لا والله انت اللي مقلداني اجيبها لها بيوم يا جماعة. دي شنطتي؟ احتمال ما ننزلش كوبي كات. حلوة احتمال ما ننزلش هنروح امريكا ولا We are in Egypt. We are back. I went to the bathroom guys. I went to the toilet. This is so TMI. That makes this to my exes, for my wife. Shut the fuck up.
حاجات في العربية. How do you feel? I feel happy. في حاجة طارت عليا؟ ولا أنا برضه حسيت حاجة طارت عليا. How do you feel? I feel excited. I'm so happy. I love K-pop. استنى اخواتي وماما وانا طلعت من العربية اقفل نفسي شوية عشان بجد جسمي اتكسر. الديرة فايبس حر موت جماعة. بصراحة بكل صراحة السفر تغيير جو. الحمد لله نعمة واحنا ربي عليها الحمد لله. قوم وصلوا جماعة وصلنا مصر. يعني كنت نايمة طول اليوم اصلا وهكمل نوم تاني ان شاء الله. يعني اصلا انا مغمضة حرفيا وانا بتكلم وما كانش معانا نت ولا اي حاجة. الجو حر. التكييف مش عامل حاجة. See you guys in the next morning. هاي جايز احنا دلوقتي المفروض بنجهز عشان رايحين عند عمي رايحين نزوره ومش عارفه اظن هنبات في القاهره. I think ممكن نروح اوتيل. I really don't know. I think ممكن نروح في اوتيل رحنا السنه اللي فاتت هنروحه تاني. We'll see. Hi guys, so right now we're at Minz. احنا في منز. اشتريتي ايه لي نقولي؟ اشتريت تشيز فرايز. انا تشيز فرايز. انا طبعا لازم ابقى ديفرنت. جبت تشيكن تندرز وتشيز فرايز. واخده مني فلوسي. انا رجعت شوكي مامتي. انا نسيت الفيزا بتاعتي. ياه. جماعه في البيت. انا النهارده شحته لي 5 جنيه. معلش بخمسة جنيه فديتك 5 عشان يبقى 10. ايوه كريمه يا جماعه. 5 جنيه in this economy بتعمل ايه؟ زي تشيكن تندرز زي تشيز فرايز زي تشيز فرايز and the cheese fries. يا انا شفت ان كل اللي بعمله في مصر ان انا باكل. ما اصلا مصر ايه غير اكل؟ جماعه انا باكل كل يوم باكل كل يوم اكل من بره. كل يوم مصر ايه غير الاكل؟ هاي جايز سو انا جبت ماتشا من دكتور بيبي. This is not sponsored in any way. So let's try. I also got this whisk مخصوص من السعودية وجبت كمان ده مخصوص من السعودية. Oh my god, and we've got the milk. هاتي الكوباية. هاتي الكوباية. What? Yay. استنى. بصوا يا جماعة. مدة هي كده وش. اول حاجه ناخد معلقه. انا بصراحه مش حاسبها كويس اوكي فيعني لو طعمها طلع وحش وكل طفل في بوشي انا مش عارفه هعمل ايه. فين الليد بتاعها؟ لا سبحان الله. هيل نو محدش يحط ميه ولا حاجه. جماعه غلطه يا جماعه ما تهزروش. حد رماه في الزباله؟ انت القرف ده اتلغى بس بره. يا جماعه اني واي جايز اي ميد ماتشا. عملت ماتشا؟ بسم الله جايز اي ميد ماتشا. Yeah. And they're making fun of it, okay?
tastes good. So far, so good. أنا ورينا عجباني. وابن عمتي عجبه. وابن عمي عجبه. والله ما كم من عشرة كم من عشرة. اثنين. تعالى يا عبد الله. دوق الماتشا. حددوا قبلي. حلوة جدا يا عبد الله دوق هتعجبك. والله عجباني عجبت حمادة. حلوة؟ عجبت حمادة بس ما عجبتش. طعمها جامد. إيه ده؟ ماتشا ما عجبتش. أنت بتعمل في الصين. في انت مش متخيلين عشان اعمل الكوبايه دي لفت على العيله كلها هتكون يكتشف ايه اختراع الماتشا ده. هاي جايز او ماي جاد ماي كاميرا جيرني وير ستينج ات لينز ماي كوزنز وي ار ستينج ات اور كوزنز سو رايت ناو اتس 1 ام ان ذا مورنينج. I'm gonna wipe off all my makeup because I'm tired. I'm out of breath. And yeah, I'm gonna wipe off all my makeup. We're gonna play and then we're gonna head to sleep. You guys, quick recap of today. بجد استمتعت. Oh my goodness. النهاردة بجد استمتعت. It's an unexpected day to say the least. يعني في حاجات كتير قوي يعني we were supposed to go to Cairo بس we canceled last minute but we went بس. A lot of things happened. وبعدها جينا سلمنا على عمي قعدنا شوية. It was actually fun الصراحة. Like الصراحة بجد يعني I feel like the more I'm growing the more. Why is life not on my side today? Okay, so back to my story. I feel like كل ما أنا بكبر كل ما أنا بقرب لقرايبي أكتر وكل ما بحس إن الخروجة ممتعة معاهم. عارفين انتوا دي؟ هي دي تافة. بعد ما خلصت قعدة مع قرايبي خرجنا رحنا open air mall مدينتي. We had fun الصراحة. We ate anyway and then we went to gourmet. So yeah it was hectic. So yeah that was today and we came back. We ate mangoes mancons and now we're gonna play screws. انا حلم حد يعرفها حلم كنت شرب انتي مشوره كلك عارفه يلا جنى ايه الرعب ده ايه 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 Sneaking out, we're gonna go on a car ride. FT Jana Lina and all. Pull your wallet. أنا قدام. Yay. Oopsie. أفتح ميت إيه. النهاردة إيه بس. هنرى كيوني اللي أنتوا بعتوه لي على الإنستا وهحاول أرى على اليوتيوب بس أنا مش عارفة أقدر ولا لا. حد بيسأل how to keep oneself motivated to study. جماعة جاوبوا. ازاي بتستي موتيفيتد للمذاكره صراحه ما بذاكرش انا كمان بذاكرش بقالي كتير جماعه دي هديه يا جماعه كوبايه القهوه ايوه وانا وايهاب هبدا باي ذا واي مدرس بودرات بالراحه علينا يا عم حاج يعني وش هو تخصصك بالجامعه والحقيبه البيضاء المكتوب فيها بالاحمر تنفع الجامعه ولا يعني تحمل اغراضك تخصصي بالجامعه كمبيوتر ساينس وارتفيشال انتليجنس والحقيبة البيضاء اللي مكتوب عليها بالأحمر وكده دي بصراحة حلوة قوي للجامعة يا جماعة يا ابني بقى بقى أنا خفينك وواجهتي صعوبة تكوين علاقات كلنا يعني أحس جماعة كم طولكم يا جماعة حتى بيسأل كم طول 160 170 دي هبادة وكذابة أنا والله 159 أيوة كده أنا 162 عمر 180 كداب قوي 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 كان عنها 2 متر وزن لو طلعت غلط ليكوا 1000 جنيه ومتر ونوزنك لكل واحد ازاي يعني والله 1000 جنيه لكل واحد يا ما حدش 600 جنيه على بعض اصلا واحده بتقول ايش تخصصك احس تعطيني فايب طب طب من بقك طب من بقك او حاسب جبتي الاخيره صح لقيت صعوبه لان البنك بالسعوديه ولا في مصر الاثنين لقيت فيهم صعوبه بس الاثنين عادي صاحبت ناس يعني عادي في كل حته طيب عمر كاتب طارق المفروض نقول له ايه؟ مية عشان شرقت طارق ايه يا حبيبي؟ مية عشان شرقت ايه؟ يا اخي الله يخرب بيت شكلك سرحي من الحبيب سرحي والله مطب
يا سيدة ضابط يا جدعان. ايه الهبل ده جماعه؟ الست موقفه في نص الشارع بتعمل ايه؟ سرع. What do you miss most about high school? صراحة I miss a lot of things about high school. يعني في freedom ما كانش في الجامعة، مع ان الناس ممكن تقول عكس، بس لا يعني بصراحة في الثانوي كان في ذكريات اكتر. Something you want to achieve this year. I want to learn how to I do know what the actual I'm not انزلي يا رادة راضي. طبطهم معفنة مش باينة والله، انت اللي بتصوم معفنة. Something you want to achieve this year ان انا اطلع رخصة اخلص امي دي قدرات عشان قلب على الصوت. انت بدأتي حصلني بدأتي ابدا بعد الاجازة. وانت بدأت؟ والله بدأت. وانت عايز بدأت من زمان. لا استنى لا خلاص يا جماعة، حاول اقرأ اهم الكوستنز عشان عايزين نشغل. خلاص سكين كير تيبس. انا بفكر اخبط النهارده. اوكي يا جماعه، مرطب وكلنزر، الباقي مش مهم قوي. اهبادي بقى مهمين. عمر هيقوم فاتح بقول لكم المعجون. تعرف صوت ركبته؟ لا عمر. يا الله. ايج ميجر جولدن لايف هوبيز استاتيك. الراجل لازق. ايج 18 اي ثينك اتس غانا بي ذا لاست داي اوف ماي لايف. ميجر كمبيوتر ساينس. يا عايز اقول لكم حاجه. قول حاجتين. انا توه. الله. يا جدعان اللي يعرف مدينتي يجي عشان انا تهت. What made you start posting on YouTube? My, what the hell is happening? I already اصلا post من 2012 حرفيا من عندي 6 سنين. الطريق ده. How many siblings do I have? I have 2 جنى وحنا. Adventures vlog عينيا حاضر. Your outfit inspo Pinterest. Faith cake. I love red velvet cake. Yeah, جماعة. Okay, I'm gonna continue the questions later. Goodbye guys. يا بنات عيرة كانت كل غير كانش له لازمة، ما قال لي منك مش أزمة. جماعة جرينا من عمر، تخيلوا كيف بيطلع يورونا دلوقتي. How you day يا جماعة التيشيرت. جماعة السن رايز لوكس أميزنج. لا لا صوت. Continue for 2 kilometers. Alright, so I'm sorry for the vlog. That's why I'm not uploading it. It's very very random. But we're now leaving. We're going to meet my friend Lin. In the morning, we're going to the gym. Then we went to the Arab Street. The car broke down. We were supposed to have more Arab streets, but we're coming here because the Arab Street won't be here. So we're going to meet شوية أنا وجنولي. كل شوية ألبس نفس الأوتفيت يا جماعة عشان أنا أقسم بالله مش عارفة إيه القرف اللي أنا جايباه معايا الأجازة دي بجد. المنحرفين دول بيقعدوا يشربوا ريد بول. دي عندها 13 سنة ودي عندها 14 سنة والاتنين هم. I'm here with جنى. She ordered iced latte. Lin ordered iced caramel for wrap and it was so good. And I ordered أم علي. I got أم علي with sugar. Where's the tattoo?